بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدين الأعزاء، عشاقي الأصالة، محبي هذه الرياضة العربية الأصيلة، يتجدد بكم اللقاء من جديد في استمرارية انطلاقات أشواط صباحية هذا اليوم، وشوطنا 16 الذي تمت انطلاقته منذ قليل الخاص للجعدان. أيضا للقاية الإذاعة، نسير عبر هذا النقل الحي والمباشر من قناة دبي ريسينج وقناة يأس الرياضية والقنوات الناقلة لهذا الحدث الهام والكبير، مهرجان سمو ولي عهد دبي الذي دائما أهل الهجر يعدوا للعدة سنويا في أرضية هذا الميدان. أسير للمقدمة وأتابع، نسير إلى المقدمة ونتابع الصدارة والبداية الأولى، وهناك اللي على المقدمة في هذه اللحظة وفي الصدارة الأولى، هنا شعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم على ظهر زعفران وسعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، وتابع في عملية تضميره وتدريبه بينما النقلة إلى المركز الثاني، وتابع الوصول على ثاني المراكز في هذه اللحظات. هذا هو أيضا شاهين لهجن الرياسة وسهيل بن حمد بن دري الفلاحي، يقدمه في عملية تضميره وتدريبه بينما ننتقل إلى المركز الثالث، وهذا هو المسك لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى، وطارش بن راشد بن طارش المسافري يقوده في عملية تضميره وتدريبه على المركز الثالث، بينما في المركز الرابع يأتي شاهين لهجن العاصفة وغياث الهلالي يتابعه في عملية تضميره، بينما في المركز الخامس يتقدم شاهين كذلك من هجن العاصفة، يتقدم غياث الهلالي في عملية تضميره وتدريب، بينما هملول لهجن الرياسة يأتي على المركز السادس، وعلي بن يمي اللهيبي يتابع في عملية تضميره، بينما في المركز السابع يتقدم الحاكم لسمو الشيخ الزعيم، يتقدم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان وعوض بن مبارك المهيري يتابع في عملية تضميره، بينما في ثامن المراكز هذا شاهين لهجن الرياسة ومحمد بن عتيج بن زيتون المهيري، بينما في تاسع المراكز يتقدم الآن ويأتينا غازي لسمو الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني وحسين بن محمد بن سفران يقود في عملية تضميره، بينما في عاشر المراكز هذا قناد لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد النهيان وعامر بن محمد بن عبيد المزروعي يقود في عملية التضمير والتدريب. هذه النتيجة أيها الأخوة الكرام للعشر المراكز الأولى المذاعة التي تسير في ناموس هذا الشوط، بينما عودة إلى المقدمة، عودة إلى الصدارة وإلى البداية إلى المركز الأول في هذه اللحظات، وهنا على المقدمة الأولى يتواجد في الصدارة، تشاهدون مسيطر منذ البداية زعفران لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، وحد شبابنا المضمرين سعيد بن عبيد الحميري يراقب في عملية التضمير والمتابعة، بينما النغلة إلى المركز الثاني، أرى الوصول في هذه اللحظات والقدوم من قبل أيضا شاهين لهجن الرياسة، يتقدم سهيل بن حمد بن دري الفلاحي يتابع في عملية التضمير، بينما المسك يأتي على المركز الثالث لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى، وطارش بن راشد المسافر يتابع في عملية التضمير، بينما في المركز الرابع هملول لهجن الرياسة، علي بن يبي الوهيبي يتابع في عملية التضمير نحو المركز الرابع، بينما في المركز الخامس راق
ثقب وشوف اللي واصل لنا في هذه اللحظة. غازي لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني وحسين بن محمد بن سفران يقود في عملية التضمير. شاهير قادم لهجن الرياسة ومحمد بن عتيج بن زيتون المهيري يتابع المجازف في عملية التضمير. هكذا هي النتيجة، هكذا مراكزنا الأولى. يا سلام على المنافسة وعلى التحديات اللي نشاهدها اليوم في سن الإذاعة مع أشواط أصحاب السمو الشيوخ والمعركة الغوية التي تدور بين الأخوة المضمرين، بين الأخوة المضمرين لهذه النوعيات من الأصايل. تتقدم أيها الأخوة الكرام هذه الأسماء، ولكن عودة إلى المقدمة وإلى الصدارة. زعفران اللي يبحث عن الشامي، اللي يبحث عن الزعفران لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، وسعيد بن عبيد الحمير يتابع في عملية التضمير والتدريب. ما شاء الله المركز الثاني يراقب اللي قادم على المركز الثاني. هذا شاهين لهجن الرياسة يتقدم في عملية التضمير. سهيل بن حمد بن دري الفلاحي يتابع في عملية التضمير. المركز الثالث المسك لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى ويتابع في عملية التضمير. طارش بن راشد المسافري من يغدب في عملية تضمير وتدريب. المركز الرابع هذا هو مشاهدين الاعزاء، شوف اللي بدا يصل لهجنه الشحانيه. جار الله بن محمد بن عقيل يتابعه في عمليه التضمير. على المركز الرابع يغير. المركز الخامس شاهين لهجن الرياسه يتقدم المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. بدات جوله الاوامر. غادرنا الثمانية مية متر الاخيره هي الفيصل عن خط النهايه اللي تفصلنا عن الفوز وعن الانتصار. روح الله وياك يا سعيد يا بن عبيد يا الحميري اللي يتابعه، اللي تابع زعفران على المقدمة. زعفران لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم بينما غادم شوف لهجن الشحانية. جار الله بن محمد بن عقيل بينما في المركز الثالث زعفران لهجن الشحانية يقدم فران بن محمد بن قريع يتابع في عملية تضمير. الله الوين وين الفوز وين؟ شحاني 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 مع الشعار العنابي الخطير، مع الشعار العنابي. الله 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 على شواف. نعم هذا شواف لهجر الشحانية. جار الله بن محمد بن عقيل، تحية للبرنس. البرنس يستاهل التحية، جماهير هجر الشحانية يستاهلون الفوز. سلام إلى الدوحة، سلام إلى الشحانية، سلام. تهانينا لهجر الشحانية وتهانينا للمضمر جار الله بن محمد بن عقيل اللي خطم الناموس مع شواف. المركز الثاني وصل اللي هو زعفران لهجر الشحانية. المركز الثالث زعفران لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان راشد. المركز الرابع شاهين لهجن العاصفة. والمركز الخامس وصل شعار سمو الشيخ حزاع بن سلطان بن زايد الهيان على ما اعتقد. عودة مشاهدين الاعزاء الى التوقيت الزمني وساعة الوصول الى خط النهاية من شواف. ها هو يصل الى خط النهاية بتسع دقائق وعشر ثواني اربعة اجزاء من الثانية. تهانينا للهجرة الشحانية وتهانينا للبرنس جار الله بن محمد بن عقيل اللي راغبة خططها ناموسي شوط الختام. بينما في المركز الثاني وصل مشاهدين الأعزاء ومتابعينا الكرام زعفران لحظة وصوله بتسع دقائق 12 ثانية أربعة أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية وتهانينا لفران بن قريع المري. بينما في المركز الثالث عطنا يا مخرجنا اللي احتل المركز الثالث. المركز الثالث زعفران توقيت الزمني 9 دقائق 13 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان برايد المكتوم والتهنية لسعيد بن عبيد الحميري. هكذا مشاهدي الكرام.